التقى سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء مع سعادة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال هذا اللقاء أكد وزير شؤون الكهرباء والماء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة على المستويات كافة والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة النظيفة المتجددة كما تم بحث سبل تبادل الخبرات في مجال الكهرباء والطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه ومناقشه اليات الاستفاده من الانظمه والتشريعات العالميه في هذا المجال